صباح النور، احييكم من محافظة تحديد في مركز تلقي لقاح كورونا في محافظة الخرج. هذا المركز افتتح يوم الأحد الماضي. طبعا طاقة الاستيعابية هي 1500 مستفيد. بدأت في العمل تدريجي في استقبال العدد هذا 1500، لكن بشكل تدريجي، وسيزداد حتى يصل في الأيام المقبلة بإذن الله إلى 1500 مستفيد يوميا إن شاء الله. المركز به 12 عيادة تطعيم وأيضا 10 مناطق انتظار بعد التطعيم. المركز متميز في العديد من الخدمات، سواء نتكلم عن الدخول، مواقف السيارات وجميع الخدمات. طبعا هو المركز الآن يقع في لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة. يتميز هذا الموقع بأنه وسط المحافظة ويخدم العديد من المحافظات المجاورة. الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج محمد الممخور. أهلا بك، تفضل معنا. أولا، ما هي الخطة اللي اعتمدتموها وتنفذونها حاليا؟ حياك الله أخوي حمد، أسعد الله صباحك صباح السادة المشاهدين الكرام. بالتأكيد نحن في دولة عظيمة سخرت كافة إمكانياتها من أجل الإنسان في كافة المجالات وكذلك في صحته بشكل خاص. تم اعتماد مركز لقاحات كورونا في المركز الحضاري بلجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الخرج من قبل مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، بدعم من قبل معالي وزير الصحة وتضافر كافة الجهود الصحية في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة. طبعا لدينا نطاق الخدمة لهذا المركز على مستوى 4 محافظات، هي محافظة الخرج، محافظة الدلم، أيضا محافظة حوطة بني تميم وكذلك محافظة الحريق. يتميز المركز بالتأكيد من خلال شموليته على 12 عيادة، بالإضافة إلى مناطق انتظار، مناطق استقبال وترحيب، ومناطق توديع، بالإضافة إلى خدمات طبية مساندة وخدمات طبية أو إدارية مساندة. وكيف طبعا نتكلم عن بداية دخول والخدمات اللوجستية، دخول المستفيد وحتى خروجه، كيف تجري العملية وفق الخطة؟ طبعا هناك تنظيم فيما يخص دخول المستفيدين من الخدمة الصحية من بداية التسجيل حتى آخر نقطة وصول في المركز. هي رحلة للمريض ابتداء من التسجيل، ثم منطقة الانتظار، ثم الدخول إلى العيادات لتلقي اللقاح. أيضا المستفيد بعد هذه الخدمة يكون في استراحة، ومن ثم عملية التوديع بسلامته. وكيف نقول الطواقم الطبية وأيضا المتطوعين المشاركين في هذا المركز؟ نحن هناك جهود مشتركة بقيادة سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي وكافة القطاعات الحكومية مساندة للجهود الصحية، أيضا القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، بالإضافة إلى المتطوعين من الممارسين الصحيين وغير الممارسين عبر نظام تطوعي صحة، هدفهم مساندة الجهود الصحية في مواجهة الجائحة كسلوك إنساني يوافق التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030. شكرا أستاذ محمد الممخور، مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، شكرا لك. حياكم الله. ودعونا نأخذ يعني عدد من المستفيدين إذا في مجال، تفضل معنا. أهلا بك. أولا خلنا نتكلم عن الدافع اللي خلاك تأخذ هذا اللقاح. أول شيء طال عمرك أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ولا ننسى وزير الصحة توفيق الربيعة الله يعطيه العافية. وأشكر القائمين على هذا المركز وعلى التنظيم الرائع. الدافع طال عمرك أي شيء تدعيه دولتنا نقوم فيه في صالحنا مهما كانت الحالة، الله يحفظهم. وكيف كانت رحلتك هنا من دخولك إلى هذا المركز حتى خروجك، كيف يعني هي العملية وكيف هو التعامل؟ استقبال من المواقف عند السيارات إلين دخلنا المركز، استقبال رائع وترحيب رائع، والله يحفظهم ويعافيهم. شكرا لك. دعونا ناخذ بس إذا يسمح الوقت ضيف آخر باختصار. أهلا بك. أهلا بك. أولا الاسم؟ الاسم محمد العلكمي. بالنسبة لدافعك أولا من أخذ هذا اللقاح باختصار. والله لضرورة الوضع
الحالي حبيت أن أسارع في التطعيم. وكيف شفت التعامل؟ التعامل جيد جدا ومذهل يعني لما أتوقع من تنظيم ومن استقبال وجميع الخدمات المقدمة. شكرا لك شكرا لك. طبعا نوه على هذا المركز الذي افتتح من الأحد الماضي، وهو مركز يخدم محافظة الخرج والمحافظات المجاورة. هنا في يعني نتكلم عن الموقع هذا اللي تواجد في لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة. هذا يتميز طبعا المركز بموقع الاستراتيجي في وسط المحافظة، وأيضا وجود الخدمات المختلفة من دخول المركز أو من وصول المستفيد إلى هنا من خدمات المواقف وحتى تلقي اللقاح ثم الخروج بالاطمئنان على سلامته. وأعود إليك عبد الله وسارة. يعطيك العافية حمد بن حسين. شكرا حمد.